يعني غياس قدرنا نلقطها مدام مي يعني، واخيرا لانه طلبت منا انه ما تقدر تعمل انترفيو، وعدت العدائين انه يكونوا تكون عم تستقبلوا على خط الانطلاق. مدام مي اول شيء مبروك على النجاح، كيف توصفي هذا النهار؟ انا بقول هيدا نجاح للعدائين اولا، لكل من امن برساله السلام يلي هي داخل كل عداء منا، كل رياضي منا يلي بيوصل على خط النهايه حامل بقلبه رساله السلام. ونحن بنقول انه السلام الداخلي يلي بالعداء هو اللي بيكون سلام الوطن. انا بدي اشكر كل اللبنانيين، بدي اشكر الجمعيات الخيريه، بدي اشكر العدائين يلي ركضوا لقضاياهم، والاهم من هيك ركضوا لانهم امنوا بالجمعيات الخيريه يلي جمعوا لهم اموال. اليوم نحن في عندنا 120 جمعيه خيريه، هي الاعداد اللي موجوده اليوم جايه حتى تركض لقضايا، قضايا انسانيه كثير مهمه، ويبقى بالنهايه الرياضه والوطن هو العنوان الاساسي. اليوم اللي شفناه هو عنوان كثير مهم، عنوان استقرار بلبنان، يلي نحن لما بنحكي سلام ومحبة بيترجم على الأرض سلام ومحبة. مدام مي، خليني أقول إنه هيدا اليوم إنجاز بكل معنى الكلمة، يعني بظل هالوضع المزري بلبنان قدرت مع جمعية بيروت ماراثون إنه تغير الواقع ولو خليني أقول 4 أو 5 ساعات، شو الرسالة اللي بتوصليها للسياسيين بلبنان؟ أنا بدي أقول مش أنا اللي عملت، العدائين اللي عملوا، الجمعيات اللي عملوا، اللبنانيين، كل من آمن برسالة السلام. نحن كمنظمين كنا عم نحضر الأجواء، بس اللي نزل على الأرض اليوم من أقصى الشمال لأقصى الجنوب هو شخص مؤمن بلبنانيته ومؤمن بقضيته. أنا بدي أقول إن شاء الله لبنان يضلوا يستضيف مناسبات وأحداث رياضية، لأنه عنا القدرة، نحن نحمل التصنيف الفضي بجمعية بيروت ماراثون. هيدا منه مهرجان، كان اليوم كان انتصار لعدائين الماراثون يلي ركضوا مسافة 42.195 كيلومتر. أنا بقدم لهم التحية، أنا بقدم التحية لكل من نزل وحمل شعارات إنسانية وطنية. هيدا لبنان يلي بدنا نشوفه على خط النهاية مكتوب مبروك، وهيدا المبروك هو للبنان لأنه اليوم كلهم توجوه وحطوه على الخارطة العالمية. قدرتوا تحصوا عدد المشاركين يلي اجوا اليوم؟ نحن من التسجيل كان في 37811 من 85 دولة عربية وأجنبية. أنا بتصور الأعداد اللي شفناها اليوم فاقت أكيد هالأرقام هيدا. أنا اللي بدي أقول إنه نحن مستمرين، واجهنا صعوبات كثيرة، تبقى موضوع واحد اللي بدي وجهه لكل اللبنانيين، انه مش كل مين اشتغل بيكون عنده غايات شخصيه، لانه نحن بقلبنا في مواطنيه، في انتماء لوطننا، ما في غايات شخصيه، ما في انه نحن عم نعمل مصاري لنحطها بجيبنا، كل اللي عم نعمله عم بيترجم على الارض، كل اللي عم نعمله انه هناك في جمعيات عم بتآمن اصبحت بهالقضيه وعم بتكون البيروت ماراثون بلاتفورم لإلها. نحن بحاجه لرعاة لنعمل حدث دولي بهالحجم هيدا، نحن بحاجة لناس تؤمن بمواطنيتها حتى تقدر تترجم السلام يلي شفناه على الأرض. مدام مي، يعني أعداد هائلة عم تنزل دايما مع جمعية بيروت ماراثون، صار فينا نقول مي خليل فيها تنزل على الانتخابات تحت راية السلام؟ أكيد لا، وبرجع بقول لأنه هيدا سؤال عم بنسأل من 13 سنة، أنا مواطني مثلي ومثل غيري، رسالتي عم بتكون من خلال الماراثون إني أقدر انه من خلال الرياضه انه يمكن نخلق تغيير اكيد، والتغيير هيدا عم نشوفه. بيرجع موضوع مهم انا بدي اقوله، انه كان في عناوين كثير كبيره عم بتقول انه مي الخليل تقفل شوارع العاصمه، الاعداد واولادنا، المجموعات اللي كانت موجوده مسؤوليتنا، اقفلت الطرقات لإلها لانهم هن بيس رانرز، لانهم هن عم بيركضوا بكل خطوه عملوها اليوم، كان بكل خطوه في اصرار على السلام والمحبه، من هيك اقفلت الطرقات لإلهم. بعرف انه كثير تعبانه، يعطيك الف عافيه، بس اخر سؤال، شو محضره سربرايز لعام 2016؟ اولا انا بدي اشكر العداء البريطانيه بولا رادكليف يلي السنة كانت موجودة معنا، كمان مثل هايلي جبر السلاسي العداء العالمي يلي كان موجود. نحن رسالتنا كبيرة من خلال الرياضة، بلشنا نحضر أجيال يلي هو بنيسان رح بيكون في سباق اليوث اللي هو الشباب والصبايا من عمر 7-17 سنة، لأنه هن
أبطال المستقبل، هن بده يطلعوا على البوديوم وكمان ويحملوا الميدالية ويتوجوا لبنان كمان محلياً دولياً. سباق السيدات رح بيكون بأيار حتى نحن كمان نقول إنه للمرأة دور بالرياضة، وهي كمان قدوة إنها تكون كمان توقف على المنصات. يبقى سباق النص ماراثون يلي السنة لظروف معينة تأجل، ولكن هو على الخريطة لسبتمبر، وسباق الماراثون لأنه آخر سنة مع مصر في لبنان لل 2016 رح بيكون ب 6 نوفمبر نحن على موعد. يعطيك ألف عافية ومبروك مرة جديدة. شكرا، مبروك لكلنا، مبروك للبنان. شكرا لك. إذن رئيسة جمعية بيروت ماراثون مي الخليل يلي ردت على بعض الانتقادات يلي توجه لها عادة، إن كان من حيث الغايات الشخصية ولا من حيث تسكير الطرقات، ولكن بعد كل هالنجاح والصورة يلي عم تنقلنا إياها جمعية بيروت ماراثون كانت قد ردت على هول الانتقادات. وهلأ لعندك غياث، عودة لك.